في الوقت الذي كشفت فيه وسائل إعلام عالمية وعربية وتركية وهي وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية عن احتمال نشر منظومة صواريخ إس 400 الروسية في ليبيا لتجنب عقوبات أمريكية منتظرة وللحفاظ في الوقت ذاته على علاقات جيدة مع روسيا وتحدثت صحيفة صباح المقربه من الحكومه عن احتمالات ان يقوم الجيش التركي بنشر منظومه الدفاع الجوي الروسيه اس 400 التي حصلت عليها انقره في يوليو تموز 2019 داخل ليبيا مشيره الى ان احد اكثر السيناريوهات ملائمه التي يمكن ان تتفق عليها الاطراف الثلاثه هو نشر منظومه الاس 400 في ليبيا بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر تشرين الثاني 2019 بعد التشاور مع موسكو وواشنطن. وفي غضون ذلك أكد موقع إيطالي متخصص في رصد حركة الطيران الحربي استمرار تركيا في إرسال طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا. يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة فويني أوبزورين الروسية. مقالا تحت عنوان خطر المواجهة بين تركيا ومصر في ليبيا يزداد وتحت العنوان عليه كتب إليا بولونسكي حول استمرار الحشود لمعركة ليبيا الحاسمة وما يزيد من احتمالية مواجهة عسكرية مسلحة بين تركيا ومصر وقال لا يزال الوضع في ليبيا متوترا للغاية ففي الوقت الراهن تجري عمليه عسكريه بحسب صفحات حكومه الوفاق الوطني على شبكات التواصل الاجتماعي في مناطق ابو غرين ووشكا وابو غرات الحسونه كما تشهد حكومه الوفاق الوطني مزيدا من القوات في محيط مدينه سرت وفقا لمواقع داعمة لحكومه الوفاق الوطني الليبي فان تركيا لا تنفي امكانيه ارسال منظومه الاس 400 الى ليبيا المنظومه الروسيه نفسها التي تسبب شراؤها بمشكلة في علاقات أنقرة مع واشنطن ويضيف الصحفي الروسي ففي الوقت نفسه من المستبعد أن تقدم القيادة التركية على مثل هذه الخطوة الاستفزازية فمن الممكن أيضا توظيف أسلحة أخرى في ليبيا ذلك أن الموازنة بين روسيا والولايات المتحدة أكثر أهمية من الخلاف مع هاتين القوتين العظيمتين واضاف الكاتب: امر اخر هو ان يدخل الجيش المصري القتال في ليبيا، فمصر تبقي قواتها في جاهزيه قتاليه كامله، ما يدل على تصميمها على الانخراط في الصراع الليبي في حال اقدمت حكومه الوفاق والقوات التركيه على خطوات فاعله، كما اعلنت وزاره الدفاع المصريه عن اجراء مناورات الحسم 2020 البرية والبحرية، والغرض الرئيسي منها القضاء على المرتزقة والإرهابيين على الحدود الليبية. ومع ذلك أعلنت تركيا أنها لن تتراجع عن مهاجمة سرت والجفرة بعد أن شنت غارات جوية على قاعدة الوطية الجوية، وأدت إلى تدمير منظومة صاروخية تركية مضادة للطائرات. وهكذا. يغدو خطر حدوث مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا على الأراضي الليبية ملموسًا أكثر من ذي قبل. يأتي هذا في الوقت الذي علق فيه قبل أيام قليلة المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد مير على تقارير تركية ألمحت إلى إمكانية أن تنشر أنقرة منظومة صواريخ الإس 400 الروسية في ليبيا. وفي ظل الموقف التركي المتازم ازاء تلك الصواريخ التي تغضب امريكا تحدثت تقارير عن رغبه واشنطن شراء المنظومه من انقره لكن موسكو ردت بانه لا يمكن لتركيا اعاده تصدير المنظومه دون اذنها لتجد انقره نفسها بين التحذير الامريكي من نشر المنظومه ورفض موسكو اعاده تصديرها ازاء ذلك المح تقرير لصحيفه ديلي صباح المغاليه للنظام التركي الى امكانيه نشر المنظومه في ليبيا باعتبار ذلك احد اكثر السيناريوهات التي قد تقبلها الاطراف الرئيسيه الثلاثه على حد زعم التقرير وقال المسمار في مداخله على قناه العربيه ان تركيا لا تستطيع نقل هذه الصواريخ الى ليبيا باعتبارها مرتبطه بروسيا من الناحيه الفنيه ولديها سلطه القرار على استخدامها خارج اراضيها وحذر من انه اذا كان لدى تركيا نوايا لنقل تلك الصواريخ المتطوره جدا الى ليبيا فمعنى ذلك انها تود استخدامها كنقطه ارتكاز او انتقال في اعمال عسكريه ضد دول اخرى ولفرض السيطره على البحر الابيض المتوسط وشمال افريقيا بالكامل وأضاف هذا أمر خطير جدا والمجتمع الدولي الآن أمام جريمة أخرى لذا يجب منع مجرد التفكير بوصول الاس 400 إلى ليبيا وشدد المسمار على أن ليبيا لا تحتمل دخول مزيد من الدخائر والأسلحة إلى أراضيها بل ما تريده الآن هو الصلح الوطني والسلام والاستقرار وتهدئة الأمور لانطلاق العملية السياسية وأكد أن تركيا تريد احتلال بلادنا والسيطرة على مقدراتنا وتسخير خيراتنا لإنقاذ اقتصادها المنهار، مطالبا العرب وجامعة الدول بأن يكون هناك موقف قوي ضد أنقرة